ما هي كل الثاني كل العالم عارفه شو مشكله العرب ومشكله الفلسطينيه ومشكلتنا، كل العالم عرفتها. الله يجيب الصلح يا بنيتي، انا غير هيك بحكيش. الله يجيب الصلح، الله يجيب الخير للجميع ان شاء الله. الحل عند الله يا امه، الحل عند الله. أنا بأمنش في إنه في إشي في الصفات الإنسان ثابت. إحنا هيد، هذا مظهر، هذا مرض. عارفة كيف؟ الإنسان مش هيد، مشان تعرف كيف الإنسان يعني. هذا كل التاريخ، ليش من حد ما بدأ التاريخ لليوم وكله ثورات؟ ليش لما بنقول بأن الحرية كل الناس بتطلع مظاهرات؟ ليش الناس بتقاوم؟ ليش التاريخ طول عمره هيك؟ لأن طول عمره الإنسان بدافع عن كرامته وعن نديته وعن حريته وعن عدالته فيها. تخيلوا أن نعود إلى أرحام إناثنا ونفقد كل رابط كان لنا في الحياة، حياتنا الحقيقية إن كانت حقيقية. تخيلوا أن نعود إلى حياة أخرى، ولكن هذه المرة كفراغات حرة، حرة كمفردات لغة تعرت من معانيها. It takes time. It's not an easy solution, but if you work hard in that way, you can reach accordings and well, and solutions. Everybody has to left something that they want. Everybody. You can't get everything. You have to be, solidarity with the rest and say, okay, I think that way, but I will keep on my place and let others be free with their minds. خد بندول 4 كيلو معاشر 4. ما في ثابت داخل الإنسان سلبي. احنا هيد، فبالتالي احنا هيد. هذا بسموه في الحرب الناعمة. أنا اللي هي يعني زي ما تقول أخطرها إنه أخليك تفكر زي أنا ما بدي. أنا يعني هذا الحرب الناعمة، مش أخليك تعتقدي. الغزو الثقافي بيخليك تعتقدي، تقتنعي في اللي أنا بدي إياه. الحرب الناعمة ارتقت شوي زيادة، صارت بدي إياك تفكري زي ما بدي، وهذا أخطر، وهذا اللي قاعد بيصير. هذا الموضوع ليش وكيف أنا بعزيها لموضوع مثل ما قلت لك الثقافة.
ثقافتنا هي تبرير ولا تغيير، ثقافتنا هي إقصاء ولا وحدة، ثقافتنا هي بناء يعني مواقف ولا ثقافتنا احنا بالشكل ولا بالمضمون، ثقافتنا احنا يعني زي ما تقول في تقبل للآخر ولا فيش تقبل للآخر، ثقافتنا احنا يعني بنقدس الحرية ولا بنمنع الحرية، ثقافتنا كل هذا الكلام. أنا شخصيا بعزيها للثقافة، وبجوز يعني لو في مجال عندي 25 نقطة أحكيهن عن الموضوع الثقافة، اللي هنا الثقافة بالضبط زي الأرض، شو نزرع فيها، إذا الأرض صالحة ومنيحة بطلع صالح، الأرض مش منيحة بطلع مش منيح. إذن أنا رأيي نروح نصلح الأرض بالأساس. قد تمسك بك الأشياء على غير عادة وتحاول تشكيلك، تخيل معي كم الحدود المرسومة حولك، تخيل إن كنت قادراً على إزالتها أو تغييرها، تخيل قدرتك على التحرك وفق منطق مختلف عن المنطق المحيط بك. هل من الممكن أن تستطيع؟ تخيل أن التكيف ما عاد يغريك يوماً، كيف ستكون فقاعتك؟ أستصغر؟ أسئلة من هذا القبيل تسأل في ذهن أحدنا في كل لحظة تقريباً. كثير من صانعي الكلام أبدوا آراءهم في مواضيع قد تكون لها العلاقة المباشرة بما سبق، وحاولوا إيجاد الأسباب التي تمنع بعض العرب من الخروج من تلك الفقاعة التي قد تكون بائسة، ووجدوا علاقة مباشرة بين ما يمليه علينا عقلنا العربي وبين ما يسمى بالتبعية. فالشاعر أدونيس مثلا طرح تساؤلا في كتابه الكتاب الخطاب الحجاب بأن هل ذلك التقدم في الغرب عائد إلى ثقافة التعدد الذي أرسي في مؤسسات تنظر بعين المساواة إلى جميع الأفراد في معزل عن أرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم؟ وهل التخلف في العالم العربي عائد إلى أن العرب لم يستطيعوا على مدى تاريخهم أن يبنوا دولة وأن يرسوا مؤسسات بهذه الدلالة الغربية، وإنما بنوا أنظمة سياسية مرتبطة بالقبلية والطائفة وأهوائهما، وهو ما يتناقض مع بناء الدولة وإقامة المؤسسات؟ لا تعدد هنا بل استتباع وإخضاع، ولا حرية بل تبعية، ولا فردية بل قبلية، ولا تقدم إذن بل دوران. هكذا كتب أدونيس. دعونا سوية نتساءل ونبني آراءنا. أساس الغزو الثقافي إنك تقتنعي في إن المستعمر هو أفضل منك، هذا نشر كل إشي إنه الأفضل. هلا لما إحنا بنقتنع إنه هو الأفضل إحنا بنقبل التبعية. بالصف التبعية مش قضية مرفوضة، مش قضية مش طبيعية، قضية عادية موجودة عند الكل في التبعية، وبتتعززش ثقافة الندية. إحنا اللي بتتعزز في الإعلام في الاستعمار وفي الثقافة في المجتمع، إن كان الأفراد للأفراد ولا الدولة للدولة ولا الدول للدول، إحنا كدول وكمجتمعات وكأفراد دائما بنحس حالنا تابعين. ولا مرة ثقافة الندية، إن أنا ند كدولة، ند كمؤسسة، ند كشخص، ند عارفة كيف للموجود، ثقافة الندية هذه مبعدة عن الـ يعني بشكل مقصود أو غير مقصود، إحنا صفينا هيك شايفين طبيعي نكون تابعين طبيعي. الندية هي بتعني المساواة، الندية بتعني إن أنا عارفة كيف بنفس يعني المساواة في الحقوق في الواجبات في العلاقات في الموجودة، الاحترام المتبادل في الشعور المتبادل من الموجود، هذا بتشعر دائما إنك أنت ما في حدا أفضل منك، أنت كمان مش أفضل من حدا، فيش حدا فوق وفيش حدا تحت. هلا في 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 مجتمعنا يعني زي ما تقولي كيف في 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 مجتمعنا من اول يوم، حتى في المدرسه، في المدرسه لما بيقولوا هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث، هذا الترتيب العمودي، فيش في التربيه الاول والثاني والثالث، في اول في قوته، انت الاول في شغلك بس بجوز تقولي بالرياضيات مش الاول، انت هذاك الاول في شيء ثاني، احنا جميعنا الاول واحنا جميعنا الاخير، فيش واحد أول في كل إشي واحد أخير في كل إشي. لما أنا بعترف في نقطة القوة عندك، أنت أول في نقطة وأنا أول في نقطة، صفينا ند.
You want to screw up the works? You want to blow my book sales in Europe? There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night sometimes when everybody's asleep. I say, I know you're there, so don't be sad. We sleep together like that, with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep. But I don't. احنا نامي عندنا فكرة الأنا على فكرة النحن. فكرة الأنا، ثقافة الأنا كثير أقوى من ثقافة النحن في مجتمعنا. فالأنا بصير عظيمة، عارفة كيف بصير تكبر، والنحن بصير تضمر في هذا الموضوع. بالرغم أنه يعني حكينا نحكي العلاقة ما بين هذه العلاقة ما بين الأنا والنحن، أنا يعني بضل أحكي نفس المثال وحكيتها دول، بضل أحكي نفس المثال إنه اللي هي نفس علاقة الجزء في الكل. لما إحنا بضل أقول عجل السيارة، عارفة كيف، ارتباطه بالسيارة وهو فالت، لما السيارة تكون قطع هذا زي ما نقول إحنا أنا 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 يكون فيش سيارة. العالم العربي جميعا أنا أنا أنا، سيارة أو ألف سيارة بس كلهم قطع. هلا نحن لما تصير السيارة فعلا، هذا إجا من أول يوم من الغزو الثقافي من 100 سنة على أرضيتين، واحدة سياسة تفرق تسد، والثانية اللي يفهموك إن فيش إن المصلحة الخاصة هي الأساس والمصلحة العامة مالكش خاص فيها. ما فهمونا إن فيش مصلحة عامة، كل المصلحة الموجودة مصلحة خاصة، المدرسة مصلحة خاصة، والشارع مصلحة خاصة، والمستشفى مصلحة خاصة، فيش مصلحة عامة. بس الشارع هو مصلحة خاصة مشتركة بينه وبينك، بس هو مصلحة إلي ومصلحة إليك، والمدرسة مصلحة مشتركة، والمستشفى مصلحة مشتركة، والقانون مصلحة مشتركة، فيش مصلحة عامة. مصلحتي مقسومة قسمين، مصلحة بتخصني أنا داري هان، ومصلحة مشتركة معاك أو مع الناس أو مشتركين مع بعض. وبالتالي هدول رجلين تنتين بدي امشي عليهن، المصلحة الذاتية خلينا نسميها، والمصلحة الخاصة المشتركة. احنا المصلحة المشتركة الاجر هاي كايمينها مناش خاص فيها، فكلنا بنمشي على اجر واحدة، علشان هيك كل المجتمع تعبان. فهذا الناس روح اسأل كل الناس تعبانين متضايقين مش مبسوطين ليش. جزء منه انه هذا العام اللي بنسميه العام المصلحة العامة متعاملين معنا بخصنيش، هذا اللي بخصكيش وبخصنيش هذا 80% من حياتك. الشارع والمدرسة والقانون والمستشفى والنظام والمواصلات كله أصلا خدي جانب الحياة والشغل والتلفزيون والمؤسسة، كل حياتنا في العام في الخاص المشترك، ومش عام خاص مشترك. لما بنهمل فيه كل شيء بهبط. هلا من اول يوم قالوا لنا ذيال الحيط الحيط وكل يا رب استيره، شعار رفعناه، يعني حط راسك بين هالروس وكل يا قطاع الروس، ما تسالش، عارف كيف المساله، دير بالك على حالك، عين يعني 100 عين تبكي ولا عين امي تبكي. هذا من ايام بريطانيا اللي رسخ كل البنيه الثقافيه في العالم العربي للاستعمار البريطاني. بعدين جه الامريكان كمل. Ted, we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And
And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts. Three is a crowd, and the crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come two more people, and immediately after, three more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out. They won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. في فرق بين انه احنا بندخل معركة مننتصرش وفي فرق بين ان هالهزيمة اشي طبيعي فينا. انا ضد هاي النقطة. فيش شعب ولا في أمة ولا في دنيا إن طبيعته مهزوم. الطبيعة فيه مهزوم. هو انهزم نتاج قوة أعلى منه، نتاج أخطاء ارتكبها هو، نتاج يعني ذاتي وخارجي. بس إن في إنسان مهزوم أو في مجتمع أو شعب مهزوم، عارف أو كيف بمعنى إن لا يمكن ينتصر، هذا خطير الكلام. هلا بس في حرب علينا ما تسمى الحرب الناعمة حاليا، عارف كيف الموجودة. هذه الحرب مشان تقنعك وتخلي طريقتك انك انت مهزومة وبتقدرش تنتصري. حرب شغالة تماما، يعني فيها انه لما يشوف الشعب مقسم ومجزأ وكل واحد بدور على مصالحه الشخصية، وهناك في قوة وفي نووي وفي اقتصاد في العالم، ومتأخرين في العلم ومتأخرين في الثقافة ومتأخرين، اذا احنا لازم نكون مهزومين. هذا الخطير، هذا الخطير. الخطير انك تقتنع من داخلك انه الهزيمة طبيعية.